جاءوا بالآلاف. هم شباب يعتبرون أن ثروات البلاد من النفط تنهب ولا ينتفع بها التونسيون. طالبوا بالكشف عن عقود النفط وعن ثروة تونس الحقيقية. تعبئة كبيرة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع وتوجت بهذه الوقفة. الثروات موجودة، هذه ملكية عامة، يلزمها تصرف عليها الدولة، توزعها بالعدل، يا إما عينا يا إما نقدا للناس بالعدل. وتونس ما يش ناقصة عندها حتى هي ثروات كما الجزائر وكما ليبيا، ما ناش بعد عليهم. أما أنا غالب كل مرة نحبوا الناس اللي نحبوا نعرفوا ثرواتنا وين، ما فماش حتى جواب. المآل متاع الثروات هذية شكون يبرمج في 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 الصفقات؟ القانون اللي ينطبق عليها مش أعطيني بايتي وأعطيني جزء من الثروة، لا، هو هذا ملف حساس وجدي. ورغم أن الدولة تقول إن الانتاج اليومي من النفط لا يتجاوز 55,000 برميل، وأنه لا يغطي سوى 45% فقط من الاستهلاك المحلي، تتواصل الحملة ويستمر الضغط لفتح الملف الأكثر غموضا وإثارة. اليوم تونس هي بلاد منشأ للبترول، لكن مش بلاد عندها ثروة كبيرة ياسر من البترول ولا بلاد بترولية. في نفس الوقت هناك، صحيح هناك نوع من التجاوزات وهناك نقص في الشفافية فيما يخص العقود المبرمة مع بعض الشركات الأجنبية. هذا ما نطالبوا به، نطالبوا أنه يقع معناتها الإفصاح على هذه العقود. باعتقادي أن هذه الحملة التي بدأت خجولة في بدايتها تحت شعار وين البترول، هي حملة سياسية بامتياز وتندرج في سياق ما أطلق عليه أن الحملة الانتخابية في تونس بدأت قبل أوانها. الحكومة التونسية التي بدت مرتبكة أمام هذه الحملة وأخذت موقع المدافع ستضطر حتما إلى كشف حقيقة ثروة تونس النفطية في ظل الإصرار من قبل آلاف النشطاء الشباب بدعم من بعض الأحزاب السياسية. بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتأرجح المطالبة بفتح ملف الطاقة في تونس، فإلى أي مدى يمكن أن تحقق هذه الحملة أهدافها؟ فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.